سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام من داخل العراق ومن خارج العراق. أي شخص ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من وين ومن منو جتنا هاي الرسالة. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف أزمة الوقود اللي ما جاي تنتهي بهذا البلد، واللي جاي يعاني من أدها المواطن العراقي نتيجة لاستمرار هاي الأزمة بعدد من مدن وأقضية ونواحي وقصبات العراق. بداية نبدي من محافظة نينوى من شمال العراق من قضاء تل العفر، وثقلنا أحد المواطنين سرة طويل للسيارات على واحدة من محطات التعبئة والتزود بالوقود لغرض التزود بالوقود في ظل استمرار الأزمة ومن أسابيع. خلونا نشوف. هاي كانت الصورة من قضاء تل العفر. نطلع من محافظة نينوى، ننزل شوية بالعراق، نفتر نطب إلى محافظة إديالة. تستمر الأزمة بهاي المحافظة اللي عبرت الشهرين وأكثر، وتتصاعد شكاوى المواطنين وامتعاضهم من عدم إيجاد حل لهاي المشكلة. سائق يوثق لنا واحد من السراوات الطويلة اللي موجودة بال محافظة واللي تنتظر أن تتزود بالوقود من واحدة من المحطات بقضاء المقدادية. خلونا نشوف. ليش بس المقدادية؟ شوف معركة البنزين، يعني دائما هيجي بس المقدادية. هاي الأقضية الباقية أو المحافظات أو بغداد، فول وأطلع بس هاي المقدادية بعد معاناة، يعني دخلة والرد السريع فجأة راحت كل هاي الأزمة. مرة راح والرد السريع هاي المعاناة كلها بعصر اللي بنواصل. اللي لاحظتوه بهذا الفيديو، اكو اطفال اثنين صغار شايلين جليكانات او قلنات دبات، شو تريدون سموها، دول ياخذون بنزين او نفط او غاز من البنزينخانه ويطلعون يبيعوه بالسوق السوداء بشكل مخالف وبيع مخالف. لكن بالعراق هذا الشيء صار رسمي، ما تقدر تفول سيارتك من بنزينخانه، تعبر الشارع تشتري سوق سودة طبيعي، وابو البنزينخانة يعبي له طبيعي، هو يدري انه هذا راح يبيعه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، قال جت قوات التدخل السريع او التدخل البطيء، ايش ما سموها، انتهت الازمة، راحة ورجعت الازمة. شغلة الثالثة، السائق اللي دا يصور يقول هو بس بالمقدادية هيك. لا حبيب قلبي، اريد اقول لك بذيقار وبنينوى وبالبصرة وبغداد وباقي المحافظات العراقية اغلبها صارت بها ازمة وقود نتيجة انعدام الوقود بالبلد. تتخيل العراق بلد نفطي يعتمد بميزانيته على تصدير النفط، لكن ما بي مشتقات نفطية. شنو السبب؟ الله أعلم. ليش بلد نفطي يعاني من أزمة بالوقود؟ ما حد يدري. ليش بلد نفطي بمصافي تشتغل وبمصافي تكرر وبمفروض مشتقات نفطية؟ ما حد يعرف. ليش بلد نفطي يستورد غاز ويحرق الغاز مادته ويسبب أزمات اقتصادية وطبية وبيئية؟ ما حد يعرف. هذا بس موجود بالعراق، ونتمنى أكو واحد يفتهم يجاوبنا على هاي التساؤلات. ناشط من ذيقار بهذا الفيديو يحمل الحكومة والأحزاب مسؤولية الأزمات اللي يمر بها المواطن العراقي، ولا سيما أزمة الوقود، ويعتبر الأزمة الحقيقية هي الحكومة الفاسدة اللي تحكم البلد طبعاً.
الناشط وغيره من يحجون هذا الحكي، لأنه العراق يعيش بظل أزمات كثيرة وكبيرة: جفاف، تصحر، ملوحة، تغير مناخي، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، انعدام الصناعة والزراعة، دمار في مختلف القطاعات، رواتب ماكو، تعيينات ماكو، كهرباء ماكو، عطالة بطالة موجودة، أمية وملف الصحة منتهي وتعبان، وملف التربية تعرفون ما أدراكم ما ملف التربية. وآخر الأزمات هي أزمة الوقود. خلونا نسمع. عندنا لا أزمة بنزين ولا أزمة كهرباء ولا أزمة ماء ولا أزمة ثلج. عندنا أزمة حكومة فاسدة ما ترعي لا راحة ولا مصالح المواطن. هذا الحكومة اللي قاعدة بقصورها إنه الكهرباء متوفرة عندها، الماء متوفر، البنزين متوفر، والمواطن يطب طوب. اليوم المواطن مضطر إنه يلزم سرعة البنزين خانة ساعتين وثلاثة وأربعة، وأنا واحد من الناس إنه لازم سرعة ما يقارب صار لساعتين في سبيل إنه يوصل للسرعة، مع العموم إنه صهريج البنزين بعد لحد الآن ما وصل للمحطة، ومضطر تحت أشعة الشمس والحرارة هذه إنه واقف في سبيل إنه أفول بنزين. السبب يرجع كله بسياسة وقيادة هذه الحكومة الفاسدة. للأسف للأسف يعني للأسف والله إنه مثل هيك شلة حرامية وفاسدة تقود هذا البلد اللي تاريخه آلاف السنين، مثل هيك مرتزقة جابتهم الدول وخلتهم يقودون العراق. هذا العراق اللي تاريخه آلاف السنين تقوده هيك ناس سفلة، مع الأسف والله. وهذا السرع اللي طابقه، مع العموم أكو وراي بعد سيارات كل شواية هاي كلها بحرارة الشمس. المشكلة اللي موجودة بالعراق، قال حكومة ويسمون نفسهم سياسيين. لما يطلع لك لقاء صحفي ويطلع المقدم أو المقدمة ضيفنا الآن السياسي أو السياسية فلان الفلاني أو فلان الفلانية، كلمة سياسي هي أبعد ما تكون عن من يتحكم بمقدرات البلد أو من يتسلط على رقاب الناس اليوم بالعراق. لأنه السياسي هو الشخص اللي يسوس سياسة البلد بطريقة صحيحة، هو سايس. سياسي يعني واحد يقدر يقود، لكن لما نشوف أزمات البلد هم أبعد ما يكون عن قدرتهم على القيادة الصحيحة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أحلام فتاح تقول الوضع صاير حيل مخربط، أزمة وقود مفتعلة، أكيد أكو تهريب بالشغلة وأكو خيانة وباعة. أحمد حميد للأسف هيك يصير بالعراق من نهب وفرض أتاوات واستغلال قرى وتهريب وقودها من قبل جهات خارجة عن القانون، لا يهمها مصلحة بلدها مثل ما يهمها مصلحة إيران. نقول الله يعين الشريف في هذا البلد. أبو عبد الله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم للشعب. أما أبو الفضل يقول العراق بلد الأزمات، ما أن يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمات أخرى، وكلها مفتعلة من أجل إشغال الشعب في أمور تافهة وإبعاده عن التفكير في همومه، ومن أجل تمرير سرقات وعمليات فساد كبيرة. كانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. الناس فاهم الموضوع بالشكل صحيح، يقول لك هاي الأزمات مفتعلة حتى الناس تظل مشغولة بهاي الأزمات ما تفكر بهمها. لما المواطن ما عنده كهرباء وما عنده مي وما عنده غاز وما عنده راتب وما عنده قدرة شرائية وفقر وحصة تموينية تعبانة وولده عطالة بطالة وابنه يتخرج ما يلقى تعيين، والشاب ما يقدر يتزوج ويكون أسرة وما يقدر يكون نفسه، والفتاة تجد نفسها بقدرة قادر يا أما عانس يا أما عاطلة عن العمل، حملة الشهادات ما يلقون تعيينات، هذا كله راح يخليه يهتم بهاي الأمور. فما عنده مجال يهتم باقتصاد البلد، ما عنده مجال يهتم بسيادة البلد، ما عنده مجال يهتم بالفساد اللي دا يصير بهواية من الأماكن. فتلقاه هو يفكر بالأشياء اللي من المفترض ما يفكر بيها، ومشغول شغله الشاغل عن هواية أمور. لما المواطن يطالب بحقه هاي مصيبة، لما يكون المواطن يطالب بكهرباء ومي وتعيينات وغاز وأمان، هذني حقوق. لما ناس تجي تطالب بالإفراج عن الأبرياء
هذا حق. لما الناس تطالب إلغاء الفساد هذا حق، فما بالك ما بعد الحقوق ايش راح يصير؟ لأنه الناس جاي تطالب بحقها، والشرطة عندها بصمات بكل تظاهرة وكل وقفة احتجاجية، يا أما ضرب، يا أما اختطاف، يا أما إخفاء قسري، يا أما اعتقال. أبو حارث من الناصرية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كثيرك الله اليوم، يوم أنا اليوم إحنا واقفين عسكر أخوي على بنزينات، يطلع البستان ما حصل، يجيب لك التذكرة تبقى في البنزين خانة يقول له خلص، قبل عبروا على زاخة، قبل عبروا على ربيل، قبل عبروا على النوب الوجبة، ولا التجارة تمشي شغلها. نعم. اليوم الوجبة المواد الغذائية اليوم شهر اليوم 40 يوم كفيلك الله. نعم. في السبيل ينزلون الدولار تاع المواد يساعدونه حتى التجارة تشهد اليوم 40 يوم ما انطوا مواد غذائية، انطوا لهم طحينات من قبل 10 ايام. نعم. المواصل بتاعت امر، الغاز حسرة، النفط حسرة، كفيلك الله النفط قاعدين عليه السنة ورجع اليوم صار له شهر ونص. النفط هذا اللي كل عبر عن إسرائيل وإيران. نعم. وأمريكا وبريطانيا وألمانيا، والشحم محروم. نعم. أنت يا سوداني، أنت يا سوداني، أنت مريس الزراعة، أسأل بغيت لك 5-6 شهور شفت الأوضاع. الناب يقول لك لك حصة بالتجارة، خلنا نوقف لنا لك حصة بالدولار، لك حصة بالدولار. هو من القضاب البلد بن عمي أبي شريف، هذول الجماعة مرتزقة، إيرانيين، أمريكيين، بريطانيين، ألمانيين، يا أخي والله ما عاد نقدر ملينا. اليوم أنا بعد 5 سنين أقدم على الرعاية، ولدي ماكو، وأني مواليدي يعني عمري عبر 63 سنة، طولت العمر يا رب. أنا طلعت لهم رواتب. نعم. واني قبل لا واسطة ولا فلوس. نعم. انت اسمك جاي الفقير ملقوح على الصفحة، هذه حكومة بن عمي، هذه حكومة ما عدا الله يزيدها، هلا انا اقول لك يقوم الشعب. نعم. الله كبير خلاص، ما يقوم الشعب قدام صيف الجر ما تتعدل. نعم نعم. وأنا ممنون منك. شكرا شكرا لك ابو حارث، وانا اعتذر قلت من الناصرية، انت من الموصل. ابو زينب من النجف حياك الله. الله محييك. محيي اصلك. لا تسمح لي بسلسلة مسرحيات كشف الفاسدين والمفسدين اللي صدعونا بها سراق المال العام. نعم. يعني لحد الان دول الصغار ما جابوا مثلا في يوم طاري وزير او عضو مجلس نواب او رئيس حزب او تيار او حكمة او كتلة او تشكيل او تنظيم او رئيس جمهورية او رئيس وزراء او كذا، فقط الصغار. نعم. والبدعة الجديدة شنو مثلا؟ يعني هذا اللي يبوق مثلا عقارات الدولة، أملاك الشعب والمتنزهات والحدائق العامة والمعسكرات. نعم. والمدارس ودوائر الدولة ومراكز الشباب وأراضي الرعاية الاجتماعية، مطلعينهم بدعة جديدة شنو؟ مجهولة المالك. زي المعسكر هذا مجهول المالك لو تابع لوزارة الدفاع، الشباب مجهول المالك لو تابع لوزارة الشباب مو؟ نعم. وبعدين ما ذبحونا باي الجسم واللي يعارضهم طبعا يقتل، على من يقتل؟ نعم. وكذلك المصانع والمعامل وغيرها، وصار لهم أكثر من شهر ما عدهم بكل الأخبار أول ما تبدأ وكل القنوات قالت. نعم. ألو نعم أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو أبو زينب. أي وياك وياك. أي عيني. في الأشياء المهمة مثل قانون النفط والغاز وباقي الثروات، مشكلة الإسكان والكهرباء ومعالجة الغاز المحترق وإرغام إيران وتركيا على عدد حصصنا المائية حسب القوانين، مو مثل ما كان مقرر ان يجي رئيس تركيا لنقاش مساله المياه. نعم. المبعوث
يناقش الحكومة العراقية زيادة صادرات تركيا للعراق وكنسلوا مشروع المي. زين، كذلك الحال مع إيران، عدم محادثة الوضع الصحي والخدم المتدهور وقانون الرواتب للموظفين المتقاعدين وإبدال بقوانين غير مهمة مثل مناقشة العنف الأسري وزواج القاصرة. نعم المواطن يعني تدمر العراق، يعني ما ادري ايش منتظر الشعب العراقي. شكرا 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 لك ابو زينب. العراق دا تصير به حالات هوايه من حوادث مروريه تؤدي في بعض الاحيان مع الاسف الى وفاه العشرات بشكل يومي. طبعا هذا الشيء بسبب عده امور، اولا تردد الطرق، عدم وجود اشارات مروريه دلاليه، تهور بعض سائقي المركبات والسيارات، القياده بسرعه كبيره جدا. من هذه الطرق اللي بدنا نحكي عليها بعيدا عن ذيك النقاط، راح نحكي عن الطرق. من هاي الطرق طريق البحداري بمحافظه النجف، واللي بحده تصير به عشرات الحوادث باسبوع واحد. راح ضحيه هاي الحوادث العشرات بين متوفين او مصابين. ويا موسم الزيارة الأربعينية حدثت خلال اليومين الماضيين عدة حوادث توفى على أثرها عدد كبير من الناس. المقطع التالي من الزائرين للحظة إسعاف مصابين بحادث مروري لحافلات نقل الركاب والزائرين في طريق البحداري بالنجف. حادث إيرانيين بهاي المنشأة ضربوا دين الصبار وتضررت المنشأة والناس خطية تضررت، زوار إيرانيين بالبحداري. هاي هسه من موقع الحدث جاي أصور وأدز لك باع الازدحام الصار وكلها زوار. شوف هاي الصبات اللي ضربن هذا خطية بالمنشأة، وهناك حادث ثاني. شوف هاي هاي الاسعاف راحت الحادث الثاني بعد كيلو نفس المنطقه بالبحداري، صار حادث ثاني هسه راح لباوي. هذا الشارع طلعناه قبل فتره اللي احد الناشطين صوره بالنهار، واكو صبات هيك مشمره بنص الطريق، وبوقتها قال الصبه ما حاطيها عدل، صبه يمنى صبه يسرى، وحده بنص الطريق وحده رايحه يمنى وحده رايحه يسرى. المشكله انه المفروض يتحاسب على هذا الحادث او على هاي المشاكل عده اشخاص: البلديه، المهندس اللي بالبلديه، المقاول اللي استلم المشروع، اللي استلم المشروع ورا ما كمل، والوزاره، وزاره النقل. لانه هذا الطريق مخالف لكل الشروط، ما بي حاجز وسطي، ما بي مسرب للمركبات الكبيرة أو الحافلات مخصص، ما بي عوامل أمان، بس بي صبات. هاي واحدة من مشاكل العراق. الناس لما قامت تشوف هاي الفيديوهات وكثرة الحوادث بدأت تحكي. أنا عندنا مواطن يدعو سائقي المركبات خصوصا عجلات الأجرة والحافلات اللي تنقل الركاب إلى مراعاة الركاب والحفاظ على أرواحهم بالشارع وبمركباتهم وعدم المخاطرة بهم والقيادة بسرعة كبيرة. خلونا نسمعها. بالجملة حوادث، بالجملة السائق ما يلحق ينام. عم انت مشايل لك عبرية وياك، دول أمانة عند رب العالمين، أمانة الله ورسوله يمك، العبرة أمانة الله ورسوله يمك. هالسرعة على اليمن نام مش معنوم والرزق جاي. يعني هسه 13 ايراني ميت بمستشفى الحسين، مستشفى التركي العفو، جرحى ما ادري ايش قد، حوادث بالغراف اربع شباب، حوادث بالشطره، حوادث بالرفاعي، حوادث بالكربله، بالبصره، ليش؟ فهاي رساله نوجهها لسواقنا. العبر الصاعد وياك امانه، حافظ عليه، حافظ عليه معودين.
بعيدا عن الطرق وسوء الطرق ومخاطر الطرق، تعرفون انتم هنا المشكله اللي موجوده بهذا الفيديو شنو؟ هو ده يحكي عن سائقي المركبات، يقول لك ما ينام ويجي ياخذ ابريه حتى ياخذ كروه اكثر. كنا قبل نسمع السياقه فن وذوق واخلاق، دني الثلاثه لازم موجوده عند اي شخص يمتلك رخصه، لكن البلد ما بي قانون، لا اكو شرطه مرور، لا اكو قوانين مروريه، لا اكو مراعاه الى قوانين السلامه العامه، لا اكو مراعاه للطرق. فانت عندك طرق سيئه، مخالفه قوانين كثيره، وسواق متهورين، النتيجه ارواح ناس. ناشط من ذيقار همين دز دعوه الى السائقين انه ما يسوقون بشكل متهور في اثناء نقل الزائرين والركاب على حد سواء، وعدم القياده بسرعه كبيره خصوصا بعد التسبب بعدد كبير من الحوادث المروريه خلال اليومين السابقين. خلينا نشوف. نجف كربلاء، عودوا سوون راحتكم جاكيه هاي للبعض، كتفتوا العالم بعلى عليك، لحم لحم ظلوا يشوفون بيهم حوادث. السور حق جاكي وانت مكتل العالم، اقتنع برزقك، كروه بكروتين عالم موتت، صح هذا رزقك وقت زياره وعبريه، بس العالم جاي تموتونها، جاي تروح عدله ترجع ميته، بعلالي قمس يشيلون بيهم. رساله للسواق، عم هاي العالم بذمتكم، الاطفال بذمتكم، الناس هاي صارت عندها مصيبه فواتح بسبب الاهمال، بسبب سورة حق جاكي، بسبب ما نايم. على عين وعلى راس رزقك وعلى باب الله اقتنع بيه، جاي تكتل الناس. هاي الرساله الصحيحه، لو تركض ركض الوحوش غير رزقك ما تحوش، لو تقعد من الصبح لليل تعافر بهاي الدنيا، رزقك مكتوب مكتوب. هاي رقم واحد. رقم اثنين، حياة الركاب هي أمانة برقبتك. زين، أنت أخذت كروة زايد وزاحمت غيرك ونافست غيرك والمنافسة مطلوبة، لكن أخذت رزق غيرك وأنت تعبان وصار لا سامح الله قدر وراح نتيجة هذا القدر أرواح ناس، ما حسبت الحساب اللي راح يبدي وراها، تدفع علاج، تصلح سيارتك، وإذا صارت الدنيا راح تطب فصول، هاي كلها لازم تحسبها بالحساب. خليك سالم، هاي رسالة أنا أوجهها للسواق، خليك سالم أحسن لك. الناس ورا ما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك سيد محمد، والله صح، واقع حال أغلب السواق أيام الزيارة عبالك فرهود، ما يفكر بحياة الناس وأرواحهم. علي حسين، المفروض المرور العامة تنصب سيطرات على الطرق الخارجية. مهند، نفس المشكلة كل سنة، إرهاب الطرق الخارجية بالعراق فوضى، جريمة تتحمل مسؤوليتها حكومة بدون قوانين تحد السرعة وتراعي مراقبة صلاحية مركباتها وتأثيث الطريق وإرشادات السلامة والأمان. محمد الخفاج يقول سبب الدولة صار لها 23 سنة ما مسوية طرق واسعة. بعيدا عن الطرق الواسعة، الجراجات والمسؤولين عن الجراجات همين كان مفروض أكو سيطرة على المركبات. أكو جراج بعدد من السيارات يتوزعون الركاب والعبرية على هاي السيارات بطريقة صحيحة بترتيب بنظام، لأنه لو كان أكو نظام، بعيدا عن الدولة، أنا دا أحكي برا الدولة هسه، لو كان أكو نظام بين السواق بأنفسهم كلها راح تشتغل، كلها راح تحصل، وما كان صار اللي صار. أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم استاذ فهد. عليكم السلام ورحمة الله. وياك ابو عمر، تشريني من الناصرية، شلونك؟ حياك الله اخوي. طبعا عندنا مثل احنا، يقول له طمعهم قتلهم. سمعني؟ نعم. ذولا انا اريد اسال ال هذول السياسيين، يقول السياسيين. يقول احنا يعني هم يسمونه سياسيين. هو عفوا شنو السياسي؟ انا اقول شنو السياسي؟ تعرفون شنو السياسي هو؟
زين زين قبل شو قبل ما حكيت وما جاي تحكون يا محمد الشاعر السوداني قبل شو ما تحكون انت وربعك هاي كلها زين انتو مقسمين تسمعوني انت جاي تسمعوني انتو مقسمين رئيس الجمهوريه اسرائيلي عيني نعم وانت يا محمد الشاعر السوداني وانت وشله مالتك ايراني والباقيين امريكان زين انتو يعني لوين تبقون لا شارع دي في خير لا زراعه فيها خير نشفت الماي علينا حطمتوا يعني شغل لك التعليم حطمتوا الصناعه حطمتوها زين انتوا يعني وين راح تبقون؟ اسمعني عمي خلي تسمعوني ارجوك خلي تسمعوني لوين راح تبقون؟ يعني شنو يعني ما وراكم موت ما تخافون من الله انتوا؟ نعم بدي اسالكم سؤال ما تخافون من الله زين يعني مخالفة الله ما يعني شنو انتو بشر حشر بس قلونا نعم يعني بس ما انتو اجيت السرقون عيب عليكم من تقعدون تقعدون على الكراسي مالتكم ونسوي هيجي ونسوي هيجي سوينا هيجي وسوينا هيجي يعني وعود كاذبة ماكو وعود صادقة نعم ولوين تبقون لوين نعم انت شوف لوين يعني البلاد يعني صفيتوه ما خليتوا شيء علينا لا صحة لا تعليم لا زراعة كل شيء ما خلي لا طرق أرجية بها خير كل شيء ما خذيتوا علينا نعم جاي تبوقون كل من جاي إلم إلم من نفسه زين وانتوا ما تستحون انت لا تستحون ولا قتلون أصلا انتوا لأن أنا أوداك الصحيح العبادي والله إنه لدواش والله يا دواش تتلوهم انتوا انت مع الشعب العراقي نعم وانت يا مالك انت مع الشعب العراقي نعم. وانت يا قاسم خد علي بغيت مصر بيجي ورجع محمد الشاعر السود عم اقول علي ما تستحون ما تخجلون نعم عيب عليكم نعم استحوا شويه استحوا سمعوني استحوا نعم شكرا 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 لك ابو عمر واعتذر منك ابو علي من الديوانيه حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته امن العقاب اساء الادب نعم الدولة اللي بالسيارة اللي عامله واحد للفصل ما 12 مليون قضاء وقدر هو قتل متعمد بالسلعه مالته يسمونه قضاء وقدر نعم فصل 12 مليون يذبون السادة والجاوي 7 ملايين يطول لها 5 ملايين والدولة تاخذ مليون فالقد رخيص المواطن العراقي مع الأسف سعر بقرة بالعراق 7 ملايين نعم يعني شنو يعني الدولة قاعد تقول لهم اقتلوا وتطلب الناس لا أكثر ولا أقل يعني سيد عمار الحكيم يطلع أمس يقول حسوا الناس على الانتخابات يا حبيبي يا سيد عمار ثلاث أرباع الجنوب قاعد بالحواسم كل واحد ماخذ 50 متر وأنت ثلاث أرباع النجف ماخذه وقاعد بقصر الجادرية وين الصدق عندكم؟ ما تقول لي وين الصدق عندكم؟ كلها امارات وشركات وش اسمه حتى انتخابات المن زيد فلوسك بعد شو انت تفوز وانت تاكلون بها انت التيار والايطار الجنوب شو محصل من هالسوق قاعدين بالحواسيم حتى انا اقول لك يكرم حتى العلماء عاد الواد مغلبيه ناس حصاي نعم والله قد تشربون طلعتوا والله ما شفت كذاب مثلكم قبل مثل عندنا يقول يفوتك من الكذاب صدق كثير زين هسه اقول لك كلمه صادقه عندكم انتم المثقفين والمعممين اللي بالدوله هذه كلمه من عندكم صدقتوا بها ووفيتوا للشعب العراقي والله لا سمعوا الشعب العراقي كلمه واحده سمعوها من الشعب العراقي ما بيتكم قالتهم استحوا نعم استحوا على قطعت ارقب قصتكم ماكو استحوا تضيعوا قولوا احنا مو كفوون احنا ناس حراميه مصلحتين نفسنا ما جاي نخدم الشعب العراقي نعم جاي نخدم مصالحنا وجوبنا نعم زين عمار انت بيلك حمايتك وانت ترفع النجف قاعده بالحواسم يوميا تبلشينه حطوا والله بين عيونكم ولا انتم تعرفون الله لا تعرفون الله بس انا صدق من امهاتك من نفسي ما تعرفون الله لا تعرفون اكو جنه ولا نار عقاب عاقبتوا نفسكم ماتت اكلتوا حلال الشعب العراقي الايتام والارامل بس نعم. انتم ما تعرفون الله نعم
شكرا شكرا لك ابو علي. نروح هسه الى ملف الخدمات الغائبه والمعدومه بالعراق. اشتكوا اهالي قضاء الحسينيه شمال شرقي العاصمه العراقيه بغداد عاصمه الرشيد من نقص الخدمات البلديه وانتشار النفايات. ما عندهم مي، شوارع منبلطه، والمجاري قصتها قصه. دزلنا رساله فحوى الرساله يقول نحن من اهالي قضاء الحسينيه منطقه 10000 محله 212 معدومه تماما من الخدمات، مذكوره في اعلاها هي الخدمات اللي معدومه واللي هي من حق المواطن العراقي، ونطالب بحقوقنا البسيطه لانه الانسان ما يعيش بدون مي، ونعاني من خدمات تبليط الشوارع والمجاري لان منطقتنا عباره عن نفايات وبدون خدمات. الى متى نبقى بهذا الحال؟ والله محافظات محرره من ايدي تنظيم داعش الارهابي، خدماتهم احسن من عندنا. ليش مسؤولينهم يشتغلون واحنا بعاصمتنا ومنطقه ما محرره وهلا تهلا مسؤولينا ما يشتغلون؟ نطالب من كل شريف ومسؤول ينظر الى احوالنا، لانه انتم مسؤولين امام الله علينا وليس امامنا فقط، والى كل من يهم الامر من نواب محافظه بغداد والى مجلس محافظه بغداد والى قائم مقاميه بغداد، نطالب بتوفير الخدمات المذكوره اعلاها. فكانت هاي الرساله اللي دزوها عن منطقتهم اللي هي هاي. السلام عليكم. احنا في قضاء دوائر الزهور في قضاء الحسينيه، يعني جيتوا الى شبكه الماء هاي البواري، شوف صور البواري، يعني واحد بالمنطقة يخابر على حسام الساعد يقيم مقام يقول له هذا الشغل مو صحيح يوقف العمل، الو عماد هذا الشغل يعني جال الشتاء، يعني تبلشون العالم يعرفون البواري مهجوم العالم عمي. اصور البواري هاي. الو عماد، يا عماد اخو مصطفى الكاظمي وصار رئيس وزراء وطلع لنا هاي المسرحية ويقول له ما يصير تستخدم اسمي. محافظة ذي قار، اشتكى احد المواطنين من اهالي مدينة الناصرية من غياب اي دور للبلدية برفع النفايات وتنظيف المدينة، ووثق لنا فيديو يطلع به انتشار النفايات في ازقة وشوارع المدينة ووجود وعدم وجود جهود لرفعها، رغم انه المحافظات تصرف ملايين بعقود وهمية على هذا الملف، هو ملف رفع النفايات. خلونا نشوف. بلدية الناصرية عم والله عيب عليكم، بالعباس عيب، الله شاهد عيب وزحمة، يعني مودين لي هستم البلدية والهاي الكربلة على عينه وعلى راسه. زين انتم ما فكرتوا بهاي الخيسة بالناصرية؟ ها ترى مركز المدينة الشرقية، ها شوفوها الشرقية، ها شوف عينكم باعوا، شوفوا الخيسة باعوا باعوا باعوا، شوف الركون، شوف وين محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي جاي يشوف. لا ها شوف شوف هذا يعني لانه فرعي، ها شوف اللي اسحب لك زوم باو، شوف 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 الركون عم والله فشله، والله العظيم فشله، الله شاهد فشله وعيب وزحمه. الناصريه مركز محافظه ذي قار، إذا كان مركز المحافظة هذا حاله، الأقضية والنواحي والقصبات شلون حالهن؟ إذا كان مركز المحافظة عمال البلدية ما يشتغلون، فما بالك بعمال البلدية باقي المناطق؟ إذا كان مركز المدينة وسخ، فما بالك بباقي المناطق؟ إذا كان مركز المدينة رائحته كريهة، فما بالك بذنيج المناطق؟ للعلم تعرفون المشكلة هنا، أنت مو بس المنظر أجلكم الله الزبالة اللي منتشرة بالشوارع، لا، ذني أمراض وانتشار قوارض وحشرات وروائح كريهة وغازات سامة وانتشار أمراض مزمنة وجلدية وأمراض خطرة وقد تؤدي إلى الوفاة. هاي كلها سببها أنه عندك دائرة من دوائر البلد ما دائرة مال. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك نزار راضي، مدخل العاصمة بغداد عبارة عن أزبال نفايات، وين التطوير والتطور؟
عمر المحمدي، مدخل العاصمة معطر بالنفايات، هذا أكبر صفقة البوق يجب نقلها إلى النهروان ومعامل تصديرها إلى الخارج. كرار يقول من أفسد دوائر الدولة هي دائرة البلدية، سبحان الله وبكل محافظة. ياسر هذه النفايات صارت ثروة عند دول العالم المتقدم، لكن احنا بالعراق حتى خيرات البلد مهدورة ولا قيمة لها، فكيف بالنفايات؟ عبارة عن مشكلة من مجموع المشاكل الكثيرة في العراق. نعم النفايات في بعض البلدان المتقدمة هي ثروة، لأنه النفايات يولدون من عندها طاقة كهربائية، يعيدون تدوير بعض الأشياء اللي موجودة بالنفايات، يصنعون من عندها الورق، وأيضا بعض الأشياء اللي ما تتحلل تطمر بطريقة صحيحة، هذا كله يستخرجون من النفايات. فأكو دول مثل ألمانيا تولد طاقة كهربائية من الزبالة وتنطي للناس من الزبالة كهرباء، بينما بالعراق عندك غاز يحترق، محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز المستورد من إيران اللي إيران تتحكم بالكاك مالتها بكيفها، وعندك زبالة مشمرة بالشارع، وذني لثلاث أشياء ما مستغلة، لا محطاتك مستغلة بصورة صحيحة بالغاز العراقي اللي ديحرقوه واللي ديسبب أمراض وتلوث، ولا أجلكم الله الزبالة. نروح هسه إلى قضية معاناة المواطن العراقي أمام الدوائر الحكومية بالمراجعات، سرى طويل للمراجعين قدام دائرة مرور البصرة، واكتظاظ وراء توقف نظام التسجيل داخل الدائرة. الفيديو يطلع لكم بسرى طويل بسبب هاي المشكلة تحت أشعة الشمس للمراجعين، وهم دا يسلمون هواتفهم النقالة قبل أن يدخلون إلى المبنى بالمديرية، لأنه هسه بالعراق صار تسليم الموبايل أمر رسمي، يخافون لا يصورون وتطلع المصايب، ومع ذلك نصور. مديرية مرور البصرة الناس بالشمس بس عن نقالات، بس عن نقالات لازم تصير هاي الناس شوفوهم، خلي يشوفوا إلي واحدر العيداني اللي سوى البصرة مثل الساعة، تفضل شوف الزبايل لامو مظلات جوا، تقول ما نعليك وعلى أهله، هاي العوايش وشون قاعدة هنا الناس، قال لي شوف باتر قاعد على التبريد هناك ما يدري بنفسه، هاي الناس شوفوا على النقالات باتر. طبعا دائرة مرور البصرة كانت ضيف في برنامج صوتكم للمرة الخامسة أو السادسة اللي تطلع عندنا في أكثر من فيديو، في أكثر من مشكلة، لأنه دائرة مرور البصرة هواية ناس تعاني من المشاكل الموجودة بداخل دائرة مرور البصرة. الناس لما شافت اللي صار علقت. سائر أسعد يقول حتى ما حد يصور الفساد والرشاوي والمعاملات الغير قانونية، والأستاذ حيدر الخماس يقول المواطن العراقي لاجئ في ظل الحكومات المتعاقبة. هاد إسماعيل بالفعل يوم الاثنين الجو حار جدا ونحن بالشمس الحارقة ساعة لغرض تسليم الموبايل وهم تحت التبريد. إبراهيم الحسن يقول ليش هي الناس قاعدة بالشمس وبالحر هم قاعدين على التبريد، يقصد الموظفين. فكانت هاي تعليق الناس على هاي القضية. تعرفون قناة الرافدية عندها نافذة اسمها أنت ترى، هوايا نروج إلها في برنامج صوتكم، تقدرون تطلعون الأرقام بالشريط الأبيض اللي دي يتحرك جوا الشاشة تحت، وين أرقام البرنامج بالمستطيل الأسود جوا، تابعون الأخبار للنهاية، أكو رقمين لنافذة أنت ترى، تقدرون تدزون حالكم حال أصحاب الشهادات العليا اللي راح تشوفوهم هسه هنا بهذا الفيديو. حملت الشهادات العليا هنا كانت عندهم وقفة احتجاجية وتظاهرة، هم الأوائل على الجامعات والمعاهد، ناجدوا رئيس الوزراء ووزيرة المالية ووزارة التعليم العالي وراء استحصالهم على موافقة التعيين على الوزارات، وتعينوا الحمد لله والشكر حصلوا أمر التعيين، لكنهم تفاجأوا أنهم توزعوا على وزارات ثانية ما لها علاقة بتخصصهم، وهاي الوزارات ما استقبلتهم لأنه ماكو فائض، إضافة إلى عدم وجود تخصيصات مالية، علماً أنهم شايلين كل الكتب الرسمية اللي تثبت أنهم معينين وأنهم من الأوائل ومحصلين على أوامر تعيين. خلونا نسمع.
الرحمن الرحيم. احنا طلاب الدرجه الاول على الاقسام العلميه والانسانيه في الجامعات والمعاهد الحكوميه. رئيس الوزراء مهندس محمد شيعة السوداني، وزير مهندس طيب سالم، كذلك وزير التعليم العالي دكتور نعيم عبود، كذلك الهيئات الاستثمار والوزارات المتعينه كلهم موافقين. وفكونا هسه فقط باقي موافقه وزارة التعليم العالي، فنتمنى أن اتصال صوتنا لوزير التعليم العالي دكتور نعيم عبودي. أنت بروحك كلمة أنه أنا أريد الأوائل ومحتاجهم، ووزارة إحنا أولى أن نتعين على وزارة التعليم العالي، لأن إحنا الأوائل. إذا ما تعين على وزارة التعليم العالي وين نتعين؟ الأوائل هذا من انخلقت الدنيا لحد يومنا هذا، الأول والثاني هذول يتعينون بالقسم، يتعينون معيد. فنتمنى أنه توافق على تعييننا. نعم، حكى كلمة صحيحة. الأول والثاني دائما يتعين معيد بالقسم حتى يرفد الكلية بالخبرات الجديدة. هو ليش اكو تقاعد بالعالم؟ حتى الكبير ويوصل بالعمر الدولة تقول له تعال استراح، اقعد اخذ راتبك التقاعدي وارتاح ببيتك، احنا استفادينا من عندك هواية وفدت البلد. اكو طاقات شابة جديدة نريد نستفاد من عندها، من الممكن هاي الطاقة الشابة تفيد البلد أكثر منك، من الممكن. فيطلع هذا تقاعد ويصعد هذا بمكانه، تلقي المعيد ومن ثم المعلم ومن ثم الموظف، وهواية أمور يتبدلون بالزمن. ليش؟ لأنه أكو طاقات جديدة. حتى لا تصير بطالة مقنعة مثل ما دا يصير بالعراق اليوم، حتى الأمور تكون أفضل، لكن هذا حال الطالب العراقي. راح تقولون هذا أفلش مدري إذا يحكي إيه نعم الأول والثاني يتعين معيد. إحنا ما عايشين برا. أنا والدي واحد من الناس تخرج من الكلية وتعين معيد بنفس الكلية وصار أستاذ جامعي بعدين. نعم الأول والثاني هذا حق اللي دا يحكي بيه، لأن هو من طلع أول يعني هذا أفضل واحد بالقسم، ومن طلع ثاني هذا ثاني أفضل واحد بالقسم. انت ما معقوله تعوف الاول والثاني، ما تخليه يدرس بهذا المكان وهو الاول على القسم، وتجيب واحد من برا. هاي المشكله الثانيه بالعراق. العراق يعاني من هوايه من المشاكل، ويعانون هوايه من مواطنين من فقدان احبتهم نتيجه للاخفاء القسري او الاختطاف او التغييب بسبب غياب القانون، بسبب انتشار الفساد، بسبب ازدياد سطوة الميليشيات المسلحة على مقدرات البلد. مئات الألوف من العراقيين اليوم تحت شريحة المخفيين قسراً، أحبتهم بانتظار أي رد حكومي عن مصيرهم لمعرفة وين اختفوا، وكذلك المنظمات الحكومية والمدنية المحلية والعالمية المختصة بهذا الشأن بعدها الطالب بمعرفة مصير هؤلاء. ولذلك سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على هاي القضية بهذا الانفوغرافيك في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. اجتمعنا اليوم باليوم العالمي للمغيبين للكشف عن مصير أهالينا اللي انخطفوا قسرا تحت أنظار الحكومة، لحد الآن ماكو دور حقيقي لهم الكشف عن مصيرهم.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي عن هذا الانفوجرافيك حول المخفيين قسرا. وصلتنا رسالة واتساب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. ندعو قناة الرافدين إلى إطلاق حملة شعبية من أجل الضغط على حكومة إطار التي زعمها السوداني بإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين وإنصافهم والإفراج عنهم، لأنهم قضوا عشرات السنين في السجون وتحت التعذيب، وخصوصا السجون اليوم مكتظة وهنالك انتشار للأمراض. لابد من الاستمرار بالمطالبات بإقرار قانون العفو العام. هاي الرسالة وصلتنا على رقم الواتساب المخصص لحلقة صوتكم. مشاهدينا الكرام، العراق بلد عظيم ذو تاريخ كبير لكن بمشاكل كبيرة جدا. المشكلة الأساسية بهذا البلد أنه من يحكم هذا البلد ولا أمول البلد، فهي هاي الطامة الكبرى اللي موجودة عندنا. يوم ما نحصل واحد يحكم البلد ولا للبلد كل شيء راح يتغير. فإذا احنا عرفنا العلة وعرفنا الدواء مال العلة، ليش ما ننطي البلد هذا الدواء؟ الأمر بديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. أقوم باكر الجمعة بنفس الوقت. في أمان الله.